السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نعم. معلش كمان سؤالين، السؤال الأول كم الزكاة لـ70 جنيه ذهب؟ 70 جنيه ذهب؟ اه. الجنيه بكم جنيه؟ نعم. جنيه الذهب بكم جنيه مصري؟ 6000 وشوية أعتقد، 6600 حاجة كده. يبقى الحساب كله 6000 في 70 2 420,000 جنيه، صح كده؟ اه يعني انا حاجه جنيه ده جنيه مصري، قلت لي احسب الزكاه. ايوه الله ينور عليك، فهمتك كويس.